السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinite Gaming، واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وفيديو غير عن كل الفيديوهات، لأن اليوم وصلنا هذا الطرد اللي هو لعبة The Last of Us. يا ما طال انتظاره، ولكن هذا الفيديو راح يكون مميز لأنه مش فقط لعبة وإنما لعبة مع الفيجر اللي راح أراويكم إياه. فخلونا نفتح انبوكسينج معكم اليوم ونشوف هذا الفيجر العجيب. اوكي، مثل ما انتم شايفين شباب، لحظات ولا اروع في فتح. اوبو يا جماعه، ايش هذا؟ شوفوا كيف الفيجر. اوكي، طبعا مثل ما انتم شايفين هذا هو الفيجر. خلونا نتخلص من هذا، نتخلص من هذا، وهنا هو الشريط المميز. طبعا هذا هو البوكس مثل ما انتم شايفين يا جماعة، The Last of Us مكتوب هنا بالكامل. بوكس عجيب صراحة، ممتاز. تمام، خلونا نراويكم هذا السي دي. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا السي دي The Last of Us، هذا هو اللعبة. طبعا ممتاز، عجيب، غني عن تعريف، الكل يعرفه. طبعا مثل ما شايفين هذا اللعبة The Last of Us، يجي معك سي ديين على اساس انه هذا السي دي المثبت، ومن ثم سي دي اللعبة The Last of Us الجزء الثاني. رايت، خلونا نخلي هنا. طبعا راح اراويكم الفيجر وتفاصيل الفيجر. اوكي، شوفوا ودققوا، والله لساني يعجز عن التعبير، فرحة بتفاصيل، يعني حتى اخاف امسكه، ما اعرف وين مكان اللي ممكن امسك فيه، ولكن إذا قادرين تشوفوا التفاصيل من ناحية التفاصيل، بصراحة أنا منبهر كثير. تفاصيل الشخصية، الجيتار، الآثار والضربات من ناحية النعال، شوفوا هنا من ورا، شوفوا عندكم السيف، عندكم الرمح، وهذا الشنطة. شوفوا حتى المكان اللي هي جالسة فيه كلها حدايد وكذا، وهي بصراحة متألقة في هذا الفيجر. أتوقع شيء جميل بصراحة. وبعدين عندكم الكتابة هنا اللي ينكتب فيه The Last of Us. يكفي إنه عندك شيء مميز من هذا اللعبة، صراحة شعور ممتاز. حتى لو تلاحظوا في خلفية الفيجر التفاصيل اللي حاطينه، حتى من ناحية الأشجار وكذا، الألوان حتى ممتازة، متعوب عليه كثير هذا الفيجر يا جماعة. شوفوا كيف أدق التفاصيل، ممتاز. طبعا لعبة
هذه The Last of Us الجزء الثاني، ولكن طبعا الكل عارف وكل اتوقع لعبها الجزء الاولاني، لعبة ممتازة. انا اليوم بغيت اراويكم انبوكسنج لهذا اللعبة The Last of Us، وطبعا الشخصية العجيبة وكذلك التفاصيل في الفيجر نفسه. طبعا مثل ما انتم شايفين الفيجر، وهذا البنت اللي ما يعرف اسمها بالمناسبة اسمها ايلي. يعني انا انبهرت اليوم وانعجبت في هذا الفيجر، وخاصة لو تشوفوا حتى الثيم اللي حاطينه في السي دي عجيب رهيب. شوفوا كيف شخصيته قوية بصراحة، ممتاز. انا سعيد جدا بحصولي على هذا الفيجر من لعبة كبيرة وحلوة نفس لعبة The Last of Us الجزء الثاني، وفخور اني انا جالس مع الشخصية الي، الشخصية المعروفة، واتمنى الكل يلعبها اذا كنتوا انتم من محبين The Last of Us. بصراحة ممتاز ما عليه كلام وغني عن تعريف وبس. وهذا كانت فيديو التعريف اللي انبوكسين اللي سويته اليوم، واتمنى ان اعجبك. اضغط لايك وسبسكرايب وشير. الى ان نلتقي في فيديوهات ثانية، سلام.